صباح الخير والسعادة، صباح الأمل في غد أفضل، يتجدد اللقاء وصباح دريم. النهاردة في أحوال الناس عندنا العديد من الفقرات. فقرتنا الأولى هنتكلم على النيل، وإحنا في المدارس دايماً اتربينا على جملة مصر هبة النيل، لكن للأسف هذه الهبة دايماً بنعملها أسوأ معاملة. علشان كده موضوعنا النهاردة هيكون على التعديات اللي بتحصل وبنشوفها كل يوم على نهر النيل، وإزاي نقدر نواجه هذه التعديات. فقرتنا الثانية من أحوال الناس هنعرف أو نحاول نكتب روشتة اللي نقدر نمشي عليها في كل بيت مصري بيستعد لموسم الامتحانات. بعدها طبعا هيكون لقائنا مع الفقرة الفنية مع الإبداع وموهبة شعرية جديدة. لكن كعادتنا نبدأ صباح دريم بقراءة سريعة لأهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم، بعدها مجموعة متنوعة من التقارير من الشارع المصري. مرة تانية صباح الخير، فاصل قصير ونبدأ. Yeah.
مرة تانية بصبح على حضراتكم وجولة سريعة في صحافة اليوم. نبدأ جولتنا الصحفية من جريدة الشروق. تخفيف الأحمال صفر. شهدت الشبكة الكهربائية مساء أمس الأول استقرارا في التيار الكهربائي لجميع المواطنين دون انقطاع بعد أن سجل مركز التحكم القومي في الطاقة أن تخفيف الأحمال صفر والحمل الأقصى 21120 ميجا وات، مما أدى إلى عدم انقطاع التيار الكهربائي فيما عدا الأعطال المفاجئة التي تواجه أي شبكة في العالم. جريدة المصري اليوم. زيادة أسعار الكهرباء 20%. تواصل الحكومة إجراءاتها الاستباقية لهيكلة دعم الطاقة قبل الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس جديد للجمهورية، إذ تلقت مجموعة من شركات قطاع الأعمال العام التي تستحوذ الطاقة على 70% من جملة تكاليف إنتاجها جدولا بتصنيف الشركات الأكثر استهلاكا للكهرباء والغاز بزيادة الأسعار تقدر 20%. معنا على الهاتف الأستاذ محمود العسقلاني رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك. صباح الخير أستاذ محمود. أهلا بك يا فندم، صباح الخير. أهلا بحضرتك. احنا عايزين نعرف أستاذ محمود، زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 20% في مجموعة من الشركات، هل ده ممكن ينعكس بزيادة على المواطنين أو المواطن الطبيعي؟ اولا يعني انا دايما كنت انادي بانه هذه الشركات يجب انها تاخد الكهرباء بالاسعار العالميه او السعر الطبيعي لها، لانه للاسف الشديد يعني معظم شركات الاسمنت مثلا في تركيا بتعمل محطات كهرباء بنفسها وبتبس وبتاخد كميات الكهرباء اللي محتاجاها وبتوزع الباقي على الشبكه العامه. يعني الشركات نفسها بتبني محطات كهرباء. عندنا نماذج يمكن مش يمكن الا شركه واحده في مصر هي اللي عامله الكلام ده، شركه السويس للصلب عامله محطه كهرباء واهدتها للحكومه، تمام. لكن احنا محتاجين المرحله اللي جايه دي ان شركات الكهرباء تقوم بنفسها، تعتمد على نفسها. خلاص كفايه كده، الحكومه يعني ساندت هذه الشركات مساندات قويه جدا في السنوات الماضيه وعملت منها شركات كبيره وعملاقه، يجب عليها الفترة القادمة انها تتحمل وتقوم بمسؤولياتها بقى، لانه الدولة المصرية. طب استاذ محمود، الخبر بيقول ده يعني على شركات او يطبق على شركات قطاع الاعمال العام، هل كمان هيكون على شركات القطاع الخاص؟ يعني احنا مستغربين الخبر بس قصر على الموضوع او تطبيق هذه الزيادة على شركات قطاع الاعمال العام فقط. لما لو جرى تطبيق الكلام ده على شركات قطاع الاعمال فقط يبقى ده كلام مش محترم وكلام مش انا ما اعرفش فقط ولا انا بسال حضرتك، لان هو الخبر بيقول كده ان تلقت مجموعه من شركات قطاع الاعمال العام. لا هو الخبر ربما يبقى فيه حاجه، لكن انا اتصور انه لو كل الشركات كثيفه استخدام الطاقه وبالذات الطاقه الكهربائيه جرى التعامل معها بهذا المنطق، انا اتصور ده كلام ايجابي، وواجب انه يرفع الدعم بشكل كامل على الشركات دي، لانه فعلا بامانه هم استفادوا من يعني انا يمكن كنت بتكلم من امبارح على شركه من شركات الاسمنت واخده 191 مليون كيلو وات كهرباء في سنه واحده على بسعر 34 قرش في 6 مليم. الشركه دي بتاخد الكهرباء باقل من سعر المستهلكين العاديين اللي في البيوت اللي قاعدين في عيش فراخ. يعني في ناس انت بتاخدي الكهرباء ب 47 قرش، هي بتاخد الكهرباء ب 34 قرش و6 مليم. ده كلام يعني متدني جدا، ده فعلا كلام ذكرناه قبل كده. لكن حضرتك مش شايف ان ارتفاع اسعار الكهرباء هيؤدي بالتالي الى ارتفاع اسعار المنتج اللي بيقوم هذه الشركات او المصانع بانتاجه، وهينعكس بالتالي برضه في الاخر على المواطن المصري الغلبان؟ هو الطبيعي جدا انه اي زيادات في السلع القائده بينعكس على زيادات اسعار اكيد، لكن انا بتصور انه مفيش حل امام هذه، مفيش حل قدام الحكومه الا انها تفطم هذه الشركات وتخليها تعتمد على نفسها على اقل تقدير في هذه السنه. السنة دي احنا بنواجه عجز مضاعف في الموازنة العامة للدولة، بنواجه تأكيد. للأسف الشديد مشكلة خدمة الدين اللي يعني معوقة الاقتصاد المصري، كل دي حاجات بتخلينا لازم يبقى في معالجة للتشوهات اللي موجودة في الموازنة، وإلا هنبقى عندنا أزمة المرحلة اللي جاية دي إن الحكومة لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها.
جزيل الشكر استاذ محمود العسقلاني. الحقيقه احنا برضو بنطالب حضرتك كرئيس لحركه مواطنين ضد او مواطنون ضد الغلاء ان احنا يعني نحاول ان اسعار السلع اللي بتنتجها هذه الشركات ما ترتفعش عشان في الاخر يعني برضو ما يوقعش على المواطن الغلبان. جزيل الشكر استاذ محمود العسقلاني رئيس حركه مواطنون ضد الغلاء لحمايه المستهلك. نواصل مشاهدينا جولتنا الصحفيه ونصل الى جريده الوطن. وزير البترول: لا زياده في اسعار البنزين ولا صحه لطرح بنزين 85. نفى شريف اسماعيل وزير البترول وجود اي زياده في اسعار البنزين حاليا، وقال اسماعيل في تصريح له عقب اجتماع المجموعه الوزاريه الاقتصاديه امس انه لا صحه لطرح نوع جديد من البنزين باسم بنزين 85 ليكون بديلا لبنزين 80. جريدة المصري اليوم: السيسي يتحدث للناخبين في الثاني من مايو المقبل. علمت المصري اليوم أنه استقر رأي المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي على عدم إعلان برنامجه السياسي قبل فتح باب الدعاية الانتخابية رسميا يوم الثاني من مايو المقبل. وأكدت مصادر عليا داخل الحملة الانتخابية للمشير أن أول إعلان للبرنامج سيكون بواسطة المرشح نفسه، وذلك من خلال خطاب تلفزيوني سيبث يوم الجمعة في الثاني من مايو المقبل أو يوم السبت بحد أقصى. جريدة الوطن: وزير الداخلية: وضعنا خطة بالتنسيق مع الجيش لتأمين انتخابات الرئاسة. أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال زيارته المفاجئة لتفقد الحالة الأمنية بالفيوم ظهر أمس وضع خطة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين انتخابات رئاسة الجمهورية على أعلى مستوى. جريدة اليوم السابع: جمارك العين السخنة تحبط محاولتين لتهريب آثار فرعونية. نجح العاملون بجمارك ميناء العين السخنة بعد ظهر أمس في إحباط محاولتين لتهريب آثار فرعونية وأخرى تعود لأسرة محمد علي. جريدة الوطن: وزير الري: سنزيل الأبراج المخالفة على النيل بالديناميت. قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري أن الحكومة لديها خطة لإزالة الأبراج السكنية المقامة على النيل والأراضي الزراعية بالديناميت، وذلك خلال حملة كبرى لإزالة التعديات بمركزي شبين الكوم والباجور بالمنوفية أمس. نختتم جولتنا الصحفية من جريدة الأهرام: ومتعب يتحدى كلبش المرور. اعتدى لاعب النادي الأهلي عماد متعب بالسب والقذف على ضابط مرور وأمين شرطة بالقاهرة الجديدة بعد أن ركن متعب سيارته صفا ثانيا أسفل لافتة ممنوع الانتظار، ودفع ذلك أمين الشرطة المكلف بخدمة المرور بتثبيت كلبش في إطار السيارة. ولدى خروج متعب استشاط غضبا فاستدعى أمين الشرطة وطالب بسرعة فك الكلبش قائلا: هتفك الكلبش غصب عن عينك وعن عين وزارتك. الحقيقة يعني لو القانون ما تطبقش على كل الناس سواء بقى كان متعب أو غيره يبقى احنا مش هنبقى بلد أبدا. كده نكون وصلنا لنهاية جولتنا الصحفية. بعد الفاصل تقرير من الشارع المصري وجولة لكاميرا صباح دريم في شوارع القاهرة، انتظرونا.